تصعيد جديد بين إسرائيل وحزب الله. غارة جوية إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة حاوش جنوبي لبنان، أسفرت عن اغتيال قائد عسكري بارز في حزب الله يدعى محمد نعمة ناصر، ما أدى لردود فعل دولية حذرت من تداعيات تصاعد التوتر. نعمة ناصر قائد وحدة عزيز في حزب الله، يعتبر أحد قادة المحاور الثلاثة للحزب في الجنوب، ويأتي هذا الحدث بعد اغتيال قائد آخر في الحزب، ما يزيد من سقوط ضحايا قياديين بارزين بين صفوف حزب الله. وتعقيبا على ذلك، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي عن استنكاره للاعتداءات الإسرائيلية. من جهته أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة منع تصاعد التوترات بين إسرائيل وحزب الله، محذرا من تداعياتها على الاستقرار الإقليمي. وتزايدت المخاوف من تمدد الصراع إلى مستويات جديدة، حيث حذرت الأطراف اللبنانية من التأثير المحتمل لحرب غزة على لبنان والمنطقة بأسرها، داعية إلى السلام بناء على العدالة والقانون الدولي. لكن التصعيد بين الطرفين مستمر، حيث حذر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من وصول صواريخ حزبه لكل مناطق إسرائيل في حال اندلاع حرب جديدة يتوقع أن تجلب كارثة إنسانية محتملة للطرفين.